أعلنت وزارة الدفاع اليمنية التابعة للحكومة الشرعية أن قواتها انسحبت تكتيكيا من بعض مواقع المواجهة في نهم شرق العاصمة صنعاء. وذكر المركز الإعلامي لوزارة الدفاع عقب اجتماع للوزير بكبار العسكريين أن قواته تخوض معارك ضارية ضد قوات الحوثي في تلك المنطقة. واحتدمت المعارك منذ 17 من يناير الحالي على جبهة نهم في أعقاب هجوم صاروخي حوثي على معسكر لقوات الشرعية قتل فيه العشرات من العسكريين. الحوثيون يعلنون بسط سيطرتهم على أهم المواقع في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. قوات هادي من جانبها قالت إنها أجرت انسحابا تكتيكيا لبعض وحداتها العسكرية في المنطقة، ولكن المصادر العسكرية الميدانية المتطابقة تشير أن الحسم انتهى لصالح الحوثيين. أسفرت المعارك منذ نحو أسبوع إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، مما يوحي بأن الخيار العسكري الذي اتخذته الأطراف المتصارعة سوف ينسف عملية السلام برمتها. اشتعال المعارك في جبهة نهم يهدد عملية السلام في اليمن، أيضا إذا لم يتم التهدئة هناك سيتمدد هذا التصعيد إلى جبهات القتال الأخرى. وزارة خارجية حكومة هادي حملت الحوثيين مسؤولية انهيار جهود السلام، وأكدت أنه لم يعد هناك جدوى حقيقية من اتفاق الحديدة، خصوصا وأن هذا التصعيد جاء بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء. الحوثيون أيضا أبلغوا جريفيث أن التصعيد من قبل قوات هادي المدعومة من طيران السعودية في جبهتي مأرب ونهم سيؤدي في حال استمراره إلى إنهاء عملية السلام. كما جاء غادر المبعوث الأممي اليمن خالي الوفاض، ولاشتعال جبهات القتال بالتزامن مع مساعي التهدئة دلالات تشير إلى أن الحرب المستمرة في اليمن منذ سنوات ستبقى مفتوحة حتى إشعار آخر. نبيل اليوسفي، العربي، صنعاء. ومعنا عبر سكايب من لوزان ياسر اليماني الباحث المتخصص في الشؤون الاستراتيجية، مرحبا بك. وكأننا نشهد نفس السيناريو يتكرر عندما يأتي المبعوث الأممي لزيارة اليمن، يقع هذا التصعيد، وكأنها اللغة التي يفضلها الطرفان في التحاور والتفاوض فيما بينهما في هذا الشأن المتعلق بالسلام الممكن في اليمن. أسعد الله مساك سيدي الكريم ومساء كل المشاهدين الكرام. بالفعل هناك معارك ضارية تدور منذ الأمس في جبهة نهم، وهذه الجبهة هي جبهة استراتيجية بالنسبة للجيش الوطني وبالنسبة للشرعية، ولكن على ما يبدو أن هذه المعارك أرادتها المملكة العربية السعودية وأرادتها دولة الإمارات التي لا تريد السلام لليمن ولا لليمنيين. يعني طوال 5 أعوام من هذه الحرب وكل سبل طرق السلام لا توصل إلى طرق، خاصة أن المملكة العربية السعودية والإمارات لا يريدون الحرب هذه أن تنتهي ولو على 30-40 عام قادمة. ولعلنا تابعنا التواجد السعودي في المهرة والتواجد الإماراتي في سقطرة والسيطرة على بعض الموانئ والمطارات، وهذا ما يخدم المملكة العربية السعودية ويخدم الإمارات في أن تستمر هذه الحرب إلى سنوات قادمة. يعني لا يريد عملية السلام لليمن ولا للشعب اليمني. الشعب اليمني يعاني طوال 5 أعوام من القتل، من القصف، من الجوع، من الفقر، من الحصار، كل هذه بدعم ورعاية من الإمارات والمملكة العربية السعودية التي أسسوا حتى الميليشيات في المحافظات الجنوبية لمواجهة الدولة ولمواجهة إعادة الدولة. هم ادعوا أنهم جاءوا لأجل اليمن وجاءوا لأجل اليمنيين، لكن كانت هذه أكبر كذبة في التاريخ أن السعودية والإمارات جاءوا من أجل اليمن، بينما هم في حقيقة الأمر جاءوا لأجل مشاريع تخدم مصالحهم في اليمن وفي المنطقة. طيب برأيك يعني يجب أن لا نلوم اليوم الحكومة الشرعية في اليمن بقدر أن نلوم هذه الميليشيات، وأن نقول أن الكثير من الأمور تفلت من سيطرة هذه الحكومة، وأنها ليست الحكومة التي سعت إلى هذا التصعيد الأخير مع الحوثيين. يا سيدي العزيز، الحكومة أصبحت مشلولة شلل تام. الحكومة كان يفترض أن تعود إلى اليمن منذ 5 أعوام عندما تمت
عودة القضاة الشرعية إلى المحافظات المحررة في عدن وحضرموت وشبوة والمهرة، لكن للأسف المملكة العربية السعودية والإمارات منعت الحكومة الشرعية من العودة إلى اليمن حتى تستمر هذه الحروب، لا يريدون الحرب هذه تنتهي، وبالتالي إن الحكومة الشرعية هي أصبحت سبب كبير في هذه الحروب. وأنا في اعتقادي أن هناك عناصر داخل الحكومة الشرعية لا يريدون الحرب كذلك أن تنتهي، لأنهم أصبحوا تجار حروب ويغتاتوا على هذا الشعب المسكين، الشعب الفقير، الشعب الذي تعنى يعني للأسف الشديد طوال 5 أعوام مورست ضد كل سبل القمع والقتل والتدمير والحصار. طيب إذا يجب أن نتصور الآن أن الموقف صعب حتى بالنسبة للمبعوث الأممي، فليس لديه طرفان واضحان بناء على ما قلتم، بمعنى أن هناك الحوثيين ولكن هو يفترض أن الحكومة الشرعية هي الطرف الآخر، ولكن الذي يسعى في الأرض إلى التصعيد مع الحوثيين هي على ما فهمته هذه الميليشيات التي تفلت من سيطرة الحكومة الشرعية المغلوبة على أمرها. يا سيدي العزيز، أولا دعني أقول لك وللمشاهد الكريم، كنا نعتقد أن عبد الملك الحوثي وميليشياته طوال 5 أعوام سيستفيد من هذه الحرب وسيجنحوا إلى السلم وسيكون هناك مشروع وطني يحمل عبد الملك الحوثي لكل اليمنيين. عندما تخير اليمني بين أن يكون إلى جانب عبد الملك الحوثي وبين أن يكون إلى جانب السعودية والإمارات، سيكون اليمني إلى جانب عبد الملك الحوثي إذا وجد مشروع وطني حقيقي. لكن للأسف الشديد عبد الملك الحوثي طوال 5 أعوام يتعنت، يريد أن تكون السلطة يعني في إطار آل البيت، وهذا لا يجوز. كان يفترض أن يحمل عبد الملك الحوثي مشروع وطني لكل القوى الوطنية، لكن ما يحصل اليوم عبد الملك الحوثي يستفيد من هذه الحرب والسعودية تستفيد من هذه الحرب. السعودية تشن هذا العدوان على الحرب على اليمن طوال 5 أعوام بذريعة عبد الملك الحوثي وميليشياته. لو تراجع عبد الملك الحوثي وقدم مشروع وطني لليمن واليمنيين سيتحالف الكل معه، سيقف الكل إلى جانبه. لكن للأسف الشديد عبد الملك الحوثي طوال 5 أعوام لم يتعلم ولم يستفيد. لذلك نحن نقول اليوم على كل القوى الوطنية اليمنية أن يذهبوا إلى السلام. الحرب لم يعد تجدي، لم تعد تجدي لليمنيين. في اعتقادي أنه يكفي معاناة، يكفي جوع، يكفي فقر، يكفي دمار، يكفي تشرد للشعب اليمني. الشعب اليمني محاصر طوال 5 أعوام يا سيدي الكريم، لا توجد جدية كذلك من الأمم المتحدة في الذهاب إلى عملية سلام. إذا نوت الأمم المتحدة في الذهاب إلى عملية سلام سيذهب الجميع إلى عملية السلام، لكن الأمم المتحدة كذلك متراخية لا تريد. ثلاثة مندوبين الأمم المتحدة تم تغييرهم، بن عمار، جمال بن عمار، ولد إسماعيل، والآن جرف، كلهم لم يصلوا إلى نتائج. نعم. ياسر اليماني الباحث المتخصص في الشؤون الاستراتيجية حدثتنا عبر سكايب من لوزان، شكرا جزيلا لك.